أصنع في كمامة هذه بالمساهمة من غرفة الصناعة التقليدية غرفة التجارة متطوعين بمشاركة جمعية سبل الخيرات وكذلك الكشافة الإسلامية. هذه هي المساهمة الأولى لولاية وهران، وإن شاء الله في خلال الأسبوع القادم سيتم توزيع استقبال وتوزيع حصة الولاية المقدمة من طرف الحكومة اللي هي 250 ألف كمامة، سيتم توزيعها مجانا على مواطني وساكني هذه الولاية.